خلينا نروح لأخبارنا النهاردة، والبداية طبعا هتكون مع كابتن خطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، خليني اقول لحضراتكم ان هو بيحرص جدا على ان هو يجري كل الاتصالات الهاتفيه مع محمد ضماطي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه الاهلي في تنزانيا علشان يطمن على الفريق وعلى كل الاجراءات الخاصه بالاقامه بالانتقالات في البعثه واللاعبين، استعدادا طبعا لمواجهه فريق سيمبا التنزاني. كمان استاذ محمد ضماطي اكد، هو طبعا عضو مجلس الاداره، اكد ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تواصل دايم معاه علشان يطمن على البعثة على كل الترتيبات اليومية للفريق في تنزانيا، وقال كمان ان الكابتن الخطيب بينقل امنياته وامنيات مجلس ادارة النادي الاهلي بشكل دايم للاعبين وللجهاز الفني، وثقته كبيرة جدا في ان هم يحققوا نتيجة ايجابية قدام بطل تنزانيا، وان كل ترتيبات البعثة ماشية على النحو الامثل من حيث الالتزام الانضباط كعادة طبعا معسكرات الفريق الداخلية والخارجية. وزي ما حضراتكم عارفين مباراة سيمبا تنزانيا هتكون يوم الثلاثاء ان شاء الله الساعه 3 العصر، عشان كان في كلام كتير في موضوع المواعيد ده، وفي ناس لحد دلوقتي لسه بتسال هي المباراه الساعه كام. الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره. طبعا يعني احنا متفقين وشفنا ده بشكل كبير جدا، الدور الكبير اللي بيقوم بيه كابتن محمود الخطيب، وده ظهر واضح بشكل واضح في الثلاثيه اللي حقق النادي الاهلي او الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي، بما انه الفريق الاكبر والاكثر شعبيه على مستوى مصر والقاره الافريقيه والوطن العربي بالكامل. حقيقه دور كبير قام بيه كابتن محمود الخطيب، ويمكن فريق كره القدم فريق الاول لنادي الاهلي ليه اولويه وليه اهميه وليه مكانه خاصه جدا، وكابتن خطيب بيكون حريص على متابعه كل تفاصيله. لو ما كانش موجود هو في رئاسه البعثه بيطمن على الفرقه 24 ساعه الحقيقه على مدار اليوم. ده بالاضافه طبعا لمسؤولياته الكبيره، احنا امبارح لسه متابعينه وهو بيفتتح اعمال التطوير في او بيتابع اعمال التطوير في فرع مدينه نصر، وده قدر ومسؤوليه اي حد بيتولى مسؤوليه كيان كبير جدا زي النادي الاهلي.